تسلل داخلي أم هجوم خارجي؟ روايات وقصص متضاربة حول مصدر الضربة الإسرائيلية لإيران، فما كواليس هذه الضربة التي تحولت لمادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في الساعات الماضية انشغل العالم بما حصل على الأراضي الإيرانية في أصفهان تحديداً بعد تضارب المعلومات حول هجوم مباشر من إسرائيل وهجوم منظم لمجموعات معارضة في الداخل الإيراني. الرواية الإيرانية تقول أنه لا توجد تقارير عن هجوم من الخارج وأن هناك انفجارات سمعت من أصفهان ولكن أسبابها مجهولة وأن ما حصل لم يكن بالشيء المهم والحياة عادت لطبيعتها في أصفهان. هذا الأمر مشاهدينا تحول لمادة للسخرية على السوشيال ميديا. تبادل النشطاء صورا تظهر أضرارا شبه معدومة مصحوبة بتعليقات كتبوا بأنها بسبب الضربة الإسرائيلية. رواية الإسرائيلية طبعا مختلفة، نقلت قنوات من بينها ABC وCNN عن مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل شنت ضربة ضد إيران وذلك ردا منها على الهجوم الإيراني اللي استهدف أراضيها بنهاية الأسبوع الماضي. ولكن السؤال هنا يبقى، هل ما حدث سيغلق نافذة الانتقامات ومسلسل الرد والرد على الرد بين الطرفين؟ تفاصيل أكثر حول الموضوع من ضيفي من القاهرة الخبير في الشؤون الإيرانية محمد محسن أبو النور، مرحبا بك. يعني تصاعد ملحوظ بالتوترات بين إسرائيل وإيران، الصورة اللي عم ترسمها المعلومات حتى اللحظة بتتضارب بين روايتين مختلفتين من إسرائيل وإيران، ما الذي حدث بالضبط؟ أهلا يارا، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. الذي حدث بكل تأكيد أن هناك تضاربات في المعلومات بين الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال حول الذي حدث بالتحديد. هل الذي حدث هو رد من إسرائيل على الضربة الإيرانية فجر الأحد 14 إبريل الماضي، أم هي عملية اعتدناها كخبراء في الشؤون الإيرانية وكباحثين في الشؤون الإيرانية، اعتدنا أن تحدث مثل هذه العمليات باستمرار في إيران، عمليات تخريب، عمليات طائرات مسيرة تنطلق من داخل إيران تضرب مواقع ما مثل موقع نطنز الشهير النووي الذي هو أصلا يقع في أصفهان وكلام من هذا القبيل. لكن طبعا تزامن هذا الحدث بعد تقريبا عدة أيام، أقل من 5 أيام على الحدث الإيراني الكبير يوم الأحد الماضي، جعل الجميع يربط ما بين هذين الحدثين. شخصيا لا أعتبر أن هذا ردا إسرائيليا على إيران فيما يتعلق بوقعة الأحد الماضي.